السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. نجتمع اليوم بدعوة كريمة من الجالية البحرانية المقيمة في الجمهورية الإسلامية تأبيناً لضحايا فاجعة حج عام 1436 للهجرة. فبعد أيام من كارثة سقوط رافعة على الحجاج في الحرم المكي، كانت الحادثة الأكبر وهي كارثة منى. هذه الحادثة التي آلمت قلوبنا وأحدثت زلزالاً يضاف لعديد الزلازل التي ضربت وما تزال تضرب المنطقة، ومعها أساسات هذا النظام الوهابي الفاشي الذي أمعن في الأرض فساداً وخراباً. أولاً، في توصيف الحادثة، هي جريمة قتل عمدي جناها المجرم الوهابي بحق الحجاج الآمنين. وأقول قتلاً عمدياً وأصر على ذلك استناداً إلى تعريف القتل العمدي في الفقه. فكما تعلمون أن القتل العمدي إما أن يكون الجاني قاصداً للقتل، أو أن يأتي بعمل غالباً ما يؤدي إلى القتل، ولا أقله أن ما حصل في منى هو من القسم الثاني. ولأنه إن لم تستحي فافعل ما شئت، رأينا الطريق المشينة والمسيئة التي تعاطى بها النظام مع الحادثة، والتي تكشف عن صورته الوحشية المقيتة، وعن الحقد والاستهتار واللامسؤولية والنظرة الاستعلائية. فبدل الاعتذار وتحمل المسؤولية، يتهم الحجاج بالتسبب بالفاجعة. أي غرور، بل أي عهر، وأي تعجرف ومعاندة لدى هذا النظام. ثانياً، في المواقف وردود الأفعال من الحادثة، نلاحظ أن الألسن قد خرست، بل ابتلعت وكمت الأفواه، فلم يسمع إلا صوت الشرفاء في هذا العالم، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيما صوت حكيمها وقائدها المرشد الأعلى سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله. فأين الدول التي سقط منها العشرات من الحجاج في ذاك اليوم؟ هل وصل البترودولار إلى مرحلة تجاوزت معها حالة الأفيونية إلى حالة الموت السريري وانعدام وتجاهل أدنى القيم الإنسانية؟ والأعجب من هذا السكوت أن يطالعنا بعض وعاظ السلاطين بتقديم الشكر للسلطات السعودية على كرمها وحسن إدارتها بأن مكنت الحجاج الآمنين من أن يموتوا في أطهر بقعة على أرض المعمورة. ثالثاً، في الموقف السياسي من الحادثة، إن الحديث عن فاجعة الحج لهذا العام يجرنا إلى الحديث عن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يمارسها هذا الكيان العاتي طيلة العقود الماضية، والتي عمت شتى بقاع الأرض، إما بالمباشرة أو بالتسبيب، من أفغانستان شرقاً وحتى أبراج نيويورك عام 2001. ومسؤوليته عن خراب سوريا والعراق والآن اليمن، وأياديه السوداء في لبنان، وتدخله السافر وقمعه للثورة البحرانية، وظلمه لأهالي المنطقة الشرقية
وسكوته إن لم نقل دعمه عما يجري في فلسطين وغيرها مما لا يتسع المجال لذكرها. إنه بحق إرهاب دولة بكل ما تتضمنه الكلمة من معنى. أيها الأخوة والأخوات، المصيبة واحدة ألمت بالجميع، فسقط الحجاج شهداء من جميع المذاهب الإسلامية، والمقصر والمعتدي والظالم واحد ومعروف، وهو لا يمت إلى هذه المذاهب بصلة، هو فكر وهابي تكفيري إلغائي بغيض لا يميز بين مذهب وآخر. لذا نتوجه إلى الأحرار في العالم، سيما إخوتنا العرب والمسلمين، بضرورة الوقوف والتصدي لهذا العدو التكفيري ومن ورائه العدو الصهيوني الأمريكي، اللذين هما وجهان لعملة واحدة وهي الإرهاب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. في الختام، الشكر الجزيل للجالية البحرانية الكريمة التي نظمت هذا الحفل التأبيني. فالبحارنة رغم الجراح التي تلم بهم لا ينسوا جراحات غيرهم ونصرة قضايا المظلومين. كما نرفع أسماء آيات العزاء إلى مقام ولي الله الأعظم أرواحنا فداه، وإلى مراجعنا العظام سيما القائد المفدى، وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا، وعزاؤنا الخاص إلى أسر الحجاج الشهداء الذين فقدوا أحباءهم في تلك الفاجعة، سائلين الله عز وجل الرحمة والمغفرة وعلو الدرجات للشهداء الكرام والشفاء العاجل للجرحى وكشف مصير المفقودين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.